السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله درس جديد من دروس تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى. تكلمنا في الدرس الماضي عن الوقف والابتداء. إن شاء الله خلصنا باب الوقف، وهنبدأ إن شاء الله النهاردة في الابتداء. هنبدأ إن شاء الله مع بعض. أخذنا أحكام الوقف، وقلنا إن الوقف بينقسم عندي إلى قسمين، قسم جائز وقسم ممنوع. القسم الجائز أخذنا فيه ثلاث أقسام، وهو الكافي والتام والحسن، تمام؟ وعند القسم الممنوع القبيح والأقبح من القبيح. ده طبعا احنا شرحنا كل حاجة من دي في درس موجود طبعا على قناة اليوتيوب، وموجود في قيمة تشغيل خاصة بايه؟ بالتجويد. طيب الوقف، زي ما احنا قلنا وشرحنا باب الوقف ان احنا عايزين نحسن الوقف وتبقى تقف في عند قراءة القرآن على وقف يكون حسن او يكون تام او يكون كافي، وتتجنب طبعا الوقف القبيح والاقبح من القبيح. النهاردة هناخد ان انت ازاي تحسن الابتداء، تحسن الابتداء. وطبعا احنا لما نعمل مقارنة بين الوقف وبين الابتداء هيكون الامر ايه؟ هيكون الامر فيه وضوح اكتر. عندنا الابتداء ينقسم الى قسمين، عندنا جائز وعندنا ممنوع. القسم الجائز ينقسم عند القسمين اتنين، ركز في الكلام. انت عندك هنا الوقف الجائز بينقسم لثلاث اقسام، كافي وتام وحسن. عند الجائز في الابتداء بينقسم لقسمين، تام وكافي. مفيش عندي ايه؟ مفيش عندي ابتداء حسن. طيب الممنوع بينقسم عند القسمين زي القسمين دول، القبيح والاقبح من القبيح. اللي طبعا اتعلم معايا الوقف الكافي والتام والحسن والقبيح والأقبح من القبيح، كل أنواع الوقف دي سواء كانت الجائزة أو الممنوعة هي بتكون فيها تعلق بما بعدها. تعلق الوقف بيكون ايه؟ تعلق بما بعده. يقول لك مثلا الكافي هو الوقف على مقطع تام معنى متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ. طيب التام هو الوقف على مقطع تام معنى غير متعلق بما بعده، لا في اللفظ ولا في ايه؟ ولا في المعنى. الحسن هو الوقف على مقطع تام معنى متعلق بما بعده فين؟ في المعنى وفي اللفظ. لما نقول متعلق بما بعده، هنا شوف الكلام. مثلا الوقف التام او الكافي هنقول ايه؟ هو الابتداء. هنا كنا بنقول الوقف على مقطع تام معناه، وده طبعا الكلمة دي او المقطع ده هو ثابت معايا في التلات انواع بتوع الايه؟ الوقف الجائز بالتلات انواع بتوعه. وطبعا الامر ده احنا شرحناه في الدروس الماضية. يبقى هنا الابتداء بمقطع تم معناه، الابتداء بمقطع تم ايه؟ معناه، سواء كان في الكافي او في الايه؟ او في التام. ايه الفرق بين الاثنين؟ الابتداء التام غير متعلق بما قبله. الابتداء التام غير متعلق بما قبله في اللفظ والمعنى. ها يبقى الابتداء هنا الوقف التام هو ما وقفه على مقطع تم معناه غير متعلق بما بعده. هنا الابتداء بمقطع تم معناه غير متعلق بما قبله، لا في المعنى ولا في اللفظ. لما قلت ان احنا هنبتدي باول الصورة اوائل الصور، ده ابتداء ايه؟ ابتداء تام. طيب لما نيجي نتكلم في قصة من قصص الانبياء، القصص، وهبدأ بالقصة، يبقى عندي ابتداء ايه؟ ابتداء تام. ده بالنسبة للايه؟ للابتداء التام. الابتداء الكافي هو الابتداء بمقطع تام معناه. فاكرين تعريف الوقف الكافي؟ قلنا الوقف على مقطع تام معناه متعلق بما بعده فين؟ في المعنى دون اللفظ. هنا الابتداء بمقطع تام معناه متعلق بما قبله في المعنى دون اللفظ. ها يبقى الكافي بمقطع تم معناه، الابتداء بمقطع تم معناه متعلق بما قبله
في المعنى دون اللفظ. يبقى اظن الامر اصبح واضح عند الابتداء. الجائز في نوعين، تام وكافي. الوقف عندي ثلاث انواع، هنا الوقف على مقطع تام معناه، هنا الابتداء بمقطع تام معناه، هنا متعلق بما بعده في الوقف، هنا متعلق بما قبله فين؟ في الابتداء. تمام. انا طبعا هوضح لكم الامر ده دلوقتي في المصحف، وهنكتفي بالامر ده هو علشان الامر ايه يتضح معانا ويكون الامر فيه سهولة. يبقى اللي انا قلته ان الجائز بالنسبة لي الوقف بيختلف عن الابتداء، ان عندي هنا ثلاث اقسام، هنا عندي قسمين، هوري لك في المصحف دلوقتي. زي مثلا في اول سورة البقرة، طبعا لما نبتدي بألف لام ميم، عندي ده ابتداء ايه؟ ابتداء تام. قلنا ان اوائل السور او الكلام عن اوائل القصص او الكلام عن قصة نبي من الانبياء او الكلام عن الجنة او النار، بدايتها كل ده طبعا بيبقى ابتداء ايه؟ ابتداء تام. طيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكلام طبعا هيبتدي معايا عن مين؟ عن المتقين وصفات المتقين. يبقى عندي في بداية ذلك الكتاب لا ريب فيه، عندي هنا ابتداء ايضا ايه؟ ابتداء ايضا تام. لما احنا وقفنا عند للمتقين، للمتقين ده وقف نوعه ايه؟ وقف، ها، وقف نوعه كافي. تمام. ليه؟ لانه لسه متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ. تمام. يبقى احنا لما قلنا قبل كده في الوقف قلنا ايه؟ لما بتاخد معايا الوقف التام، الوقف التام، انا ببتدي في قصة او كلام هنتهي عند الآية 5 عند واولئك هم المفلحون، وهيبدأ الكلام عن مين؟ عن الذين كفروا. يبقى هنا وقف ايه؟ هنا وقف تام. طول ما انت في وسط القصة او في وسط الكلام عن اصحاب التقوى او الكفار او المنافقين او غيرهم، بيكون جميع الوقف اللي في النص ده على الايات او في وسط الايات حتى بيكون عند وقف ايه؟ وقف كافي. تمام. فالابتداء بما بعد الوقف الكافي بيكون ابتداء كافي. الابتداء بما بعد الوقف الكافي بيكون ابتداء ايه؟ كافي. يبقى أنا عندي هنا وقفت هنا وقف كافي، هيبقى عندي الذين يؤمنون بالغيب، ده ابتداء ايه؟ ابتداء كافي، متعلق بما قبله، متعلق بما قبله اللي هو صفات المتقين في المعنى دون اللفظ. تمام. ومما رزقناهم ينفقون، عندي هنا وقف ايه؟ كافي. الابتداء بما بعده ابتداء كافي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لو وقفت هنا هيبقى وقف ايه؟ كافي، والابتداء بما بعده كافي. طيب، انا وقفت هنا ايه؟ هم المفلحون. خلاص، هبتدي واقول ايه؟ ان الذين كفروا. انا وقفت هنا ده وقف تام، فالابتداء بما بعد الوقف التام بيكون ابتداء تام، لان هيبدا عندي الكلام عن قصه جديده وكلام جديد عن مين؟ عن الايه؟ الذين كفروا. ان الذين كفروا ده كابتداء ايه؟ ابتداء تام، غير متعلق بما قبله بالخمس ايات الاولين، لا في المعنى ولا في اللفظ. طيب، لما نوصل عند ايه؟ الكلام عن مين؟ عن المنافقين. هنا ولهم عذاب عظيم، هنا وقف ايه؟ وقف تام. خلاص، انتهى الكلام اهو، وهيبدأ عن مين؟ الكلام عن المنافقين. يبقى هنا الابتداء ومن الناس من يقول، ده ابتداء ايه؟ ابتداء تام. وفي وسط الكلام مثلا عن الكفار او عن المنافقين، كل الوقف اللي في النص بيبقى وقف كافي، والابتداء بما بعده بما بعده كافي. ان شاء الله هنكمل في الدرس القادم الكلام عن انواع ابتداء الغير جائز او الابتداء الممنوع، سواء كان الابتداء القبيح او الاقبح من القبيح، ونعمل ان شاء الله تدريبات على باب الوقف والابتداء. اسال الله الكريم الحليم ان ينفعنا بالقران العظيم في الدنيا والاخره، كما اساله سبحانه وتعالى ان يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في جناته جنات النعيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.